وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 2 بعدد 4 طن لحوم من صكوك الأضاحي اليوم الخميس 29/7/2021. وشكرا. اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 19 من ذي الحجة وصلت سيارة لحوم صكوك الأضاحي كدفعة أولى ومقدارها 2 طن لحوم. اليوم الخميس الموافق 29/7/2021 وصلت سيارات وزارة الأوقاف المحملة بلحوم صكوك الأضاحي. هذه الدفعة هي مقدارها 2 طن الخاصة بجنوب سيناء هي الدفعة الأولى بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. تسلمت اليوم 29/7/2021 مديرية أوقاف القاهرة 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي. السلام عليكم ورحمة الله.